السلام عليكم جميعا. كنت من الصوت ديالي يكون واضح، وكنت منا تستمتعوا بالمنظر الجميل ديال الشلال والنهر والطيور. في هذا الفيديو غادي نتحدث على المملكة المتحدة، ارسال الوثائق ودفع رسوم تأشيرات الزواج. كما كتعرفوا درت فيديوهات قبل هضرت فيهم على جميع الوثائق اللازمة والمطلوبة من اجل الزواج المختلط، وهضرت على الوثائق المطلوبة من أجل تأشيرة بريطانيا. فهذا الجزء هذا نتحدث على إرسال الوثائق دفع رسوم تأشيرة الزواج. مما بعد ما كتجمع جميع الوثائق ديالك، ياك غادي تخصك واحد الوثيقة سميتها الابليكيشن اونلاين. غادي تمشي للموقع ديال UK، غادي نخلي لكم الرابط واللين اسفل الفيديو ان شاء الله. غادي تمشي للفيزا فور UK لهذا السيت، هادي غادي تيليشارجي فيها لابليكاسيون اونلاين. غادي تمشي خصكم لابدا تفتحوا اكونت في هذا الويب سايت باش خصكم تسجلوا. وفي هذا لابليكاسيون اونلاين فيها نفس المعلومات على لابينيديكس 2 ابليكيشن اونلاين، فيهم تقريبا نفس الاسئله روتينيه. معظم الاسئله حول الطرف البريطاني، كتهضم على العمل ديالو، خصو يكتب العمل ديالو والعنوان ديالو واسماء الاباء، معلومات عن الوالدين والادريس ديالهم، شحال كيشد في الشهر، شحال هو خدام، واش كيبدل الخدمه ديالو كل عام ولا خدام واحد الخدمه ديما. الطرف البريطاني في هذه الوثيقه خصو غادي يعطوه بعض الاسئله، مثال واش عنده شي سوابق، شحال عمرو، واش عمرو دفع شي فيزا قبل. كيسولوك واش دوزتي الحبس، واش عندك سوابق، ياك ما عندك مشاكل، شنو هو النيفو ديالك الدراسي، واش خدام، اشنا هي نوع الخدمه ديالك، شحال كتشد في الصالير ديال الخدمه ديالك. الو، هاد لابليكاسيون اونلاين كتبغي شويه ديال الوقت. كما درت انا، مشيت لواحد القهوه ريحت فيها في واحد المكان رائع، انا والزوجه ديالي، وحطينا لابليكاسيون سيغ طابل، حطيناها في الطبله وشدينا البراد ديال اتاي والقهوه، وعمرنا هاد لافيش خطوه ستيب باي ستيب حتى كملناها. واحد الحاجه مزيانه في هذا لابليكاسيون اونلاين، هو ممكن تمودي في اي حاجه بغيتي. يعني مثلا عمرتي فيها واحد لاباج وخرجتي حتى دير اوفلاين، كدير دي كونيكسيون وكتمشي، ياك وقت ما دخلتي عاوتاني درتي المود باس ديالك وسميتو ودخلتي لسميتو، كتلقى نفس المعلومات. يعني ما كيطون، يعني ممكن تموديفي شي حاجه، تزيد في حاجه، تنقص في حاجه، ما كاين حتى شي مشكل. الوغ ملي كتكمل في هاد لابليكاسيون، فيها بزاف ديال لي ستيب، فيها بزاف ديال لي باج. نقول لك تقريبا فيها شي 6 ولا حتى 10 تقريبا الى عقلت ديال لي باج. وقت ما كملتي واحد لاباج صافي، فيريفيتيها، لقيتيها بانه ما فيها حتى خطا، ياك. وقت ما فيريفيتي هاد لابليكاسيون وما لقيتي فيها حتى شي خطا، كدير يعني كدوز للستيب الاخرى. وفاش ما كدوز للستيب الاخرى، كتكون الستيب الاولى كتكون في الباج الاولى كتكون خضراء، كتكون فيها واحد الخانه خضراء، يعني بانه راه كلشي المسائل ديالك مريقلين. ثاني حاجه هي وقت ما كملتي من هاد لابليكاسيون اونلاين، خاصك تخلص الفيزا، تخلصها اونلاين. وقت ما كملتي هاد لابليكاسيون خاصك تخلص الفيزا اونلاين، ياك لابد تخلصها اونلاين. الثمن ديال الفيزا هو 1232 باوند بالمغربيه، اش غادي نقول لكم، شي 15000 درهم وشي حاجه الا باقي عقل، يعني 1232 باوند. الا بغيتي تخلص هذا الثمن، لا بدا خصك واحد البطاقه تكون دوليه انترناشونال كارد، ياك، ولا بلو كارد. يعني من الاحسن الطرف البريطاني كما قلت لكم هو يخلص هذا المونطون، يخلص هذا الفيزا. الوغ المرحله الاخرى هي موعد في تي ال اس كونتاكت، هو واحد لاجونس كاين في الرباط، كيتكلف بالدوسي ديالك، هو فاش كدير فيه بعض الاجراءات، هما عندهم
هما كيتراسلوا مع القنصليه ديال بريطانيا والقنصليه اللي كاينه هنا. المهم غادي نشرح لكم مزيان. بعد ما كتدفع الرسوم ديال الفيزا كلها من الممكن كما قلت لكم من الممكن تغيير الموعد، حتى الموعد الى بدا كيعطيك واحد الموعد في تي ال اس كونتاكت من بعد هاد لي ستيب اللي قلت لكم. الى بغيتي تشونجي الموعد ديالك ماشي مشكل، تشونجيه في تي ال اس كونتاكت في هاد لاجونت اللي كان في الرباط. وقت ما عمرتي لافيش ديالك في لابليكاسيون اونلاين، وقت ما عمرتي لافيش ديالك ياك، وقت ما عمرتي لافيش ديالك كيعطوك واحد 3 سوايع خصك تخلص فيها، ياك. الا جاب الله ما خلصتيش في هاد 3 سوايع هادي انولا لك كلشي الدومون ديالك. ولكن من بعد كنقول لكم من بعد الا كاع درتي لي ستيب ديال لابليكاسيون صافي ما بقى لك والو، كتخرج لك واحد لاباج هي اخر باج كيقول لك اودي خصك تخلص. الا جاب الله ما خلصتيش في ظروف 3 السوايع غادي تانولي لك هذيك لابليكاسيون، خصك تعاودها من جديد. الو ردوا البال ديالكم شويه. الو من بعد ما كتخلصوا الفيزا ديالكم خصكم تخلصوا الان اتش اس. الان اتش اس هو تامين الصحه، ولا بدا تخلصوا الى بيتي تجي لبريطانيا، والثمن ديالو 600 باوند، 600 باوند بالمغربيه الى كي بحال قلتي 6000 درهم وشي حاجه، و500 درهم تقريبا كي بحال قلتي 6000 درهم و500 درهم تقريبا. الو وقت ما كتخلصوا 600 باوند كتخرج لكم ديك الورقه، كل شهر الورق كتخرج لكم دي ليتر دو كونفيرماسيون. الا خلصتي الفيزا كتخرج لك واحد لافيش فيها شحال خلصتي والنهار فاش خلصتي المعلومات ديالك. غادي تكوبيها اون كولور، غادي دير لي فوتوكوبي بالالوان، وهاد ان اتش اس تامين الصحه حتى هو الا خرجت لك الكونفيرماسيون خصك ديرها بالالوان وتخبيها. في واحد الحاله ما قدر الله الا ترفضت لك الفيزا، ما قدر الله ترفضت لك الفيزا، هاد 600 باوند ديال تامين الصحه كترجع لك ياك، ولكن الرسوم ديال الفيزا ما كيرجعوش. الو داكشي اللي كاين. او كاين واحد الحاله اخرى الا بيتي، المده ديال الجواب ديال الفيزا الفيزا ديالك يكون سريع كتخلص واحد المونطون، كتخلص واحد 450 باوند كتسمى بريوريتي ستيتس، يعني باش دغيا الدوسي ديالك يدرسوه وتخرج لك الجواب. كتخلص اسيدي 450 باوند شي 6500 درهم تقريبا. وباش زوين هاد البريوريتي الملف ديالك يكون هو الاول، يعني الناس اخرين كيدفعوا ما خلصوش هاد البريوريتي، انت كيكون الدوسي ديالك هو الاول كيدرسوه اولا. الخطوه الاخرى هي التوصل بالجواب. نورمالمون خصك توصل بالجواب ديالك في 3 شهور، لكن في الحاله ديالي انا ما توصلت بالجواب ديال الفيزا حتى دازت 5 شهور. علاش؟ حيت صيفطوا لي واحد الايميل شرحوا لي فيه السبب، قالوا لي راه الدوسي ديالك غادي يتاخر شويه، حيت كاينين بعدا ماشي تعقيدات يعني كيدرسوا الحاله ديالي، حيت كان عندي بزاف ديال الحوايج في الحاله ديالي ما يعني داكشي علاش تاخرت لي الفيزا ديالي لخمس شهور، ولكن ماشي مشكل. كاين واحد السؤال مهم، شحال هي المده اللي كتنوي تعيش في بريطانيا؟ كيسولوك هذا السؤال في لابليكاسيون اونلاين وابينيديكس 2. نورمالمون خصك تعيش في بريطانيا 33 شهر، عامين ونص ياك. وقت ما عشتي هاد المده كتدفع عاوتاني لواحد الفيزا اخرى كيعطيوك عاوتاني واحد 33 شهر اخرى، عاد كتجي الاقامه الدائمه، عاد كتجي الجنسيه. المهم غادي نهضروا على هاد 33 شهر. الو خصك دير 33 شهر الى 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 سولوك شنو هي المده اللي بغيتي تعيش في بريطانيا، كتخلص لابينيد كتكتبها هذه في الابينيديكس 2 وفي اونلاين ابليكيشن. كاينه واحد الفكره اخرى، بعد ما كتدفع الرسوم ديال الفيزا ديالك والان اتش اس ياك، يعني تامين الصحه وكتدفع رسوم، كتمشي للموقع ديال تي ال اس كونتاكت. غادي نخلي لكم الرابط ديالو، الموقع ديالو غادي نخليه لكم في الديسكريبسيون في صندوق الوصف تحت الفيديو. كتحل واحد الكونت كما كدير في لابليكاسيون اونلاين ديال الفيزا، كتحل كونت عادي السميه ديالك وكدير كيكون عندك المود باس وكتدخل وكتخرج وقت ما بغيتي. الو وقت ما دفعتي الفيزا
ودفعتي الان اتش اس ديالك ودفعتي كاع هاد المسائل، كيعطوك واحد الرقم التعريف ديال الفيزا كيبدا بالجي دبليو. اوكي كيبدا بالجي دبليو وفيه ارقام، هذا هو الرقم التعريفي ديالك. بحال الا قلتي رقم التعريف ديالك ديال البطاقه الوطنيه، يعني هذا خاص بالدوسي ديالك، كيتسمى رقم التعريف ديال الفيزا، كيبدا بالجي دبليو وكاينين فيه بعض الارقام. المرحله الاخرى، مرحلة اخرى بعد ما كتكونتاكتا مع تي ال اس كونتاكت، كترسل لهم الايميلات، كيرسلوا لك الايميل بانه راه تسجلتي عندهم، وكيعطوك موعد. هما اللي كيعطوك الموعد متى تجي تدفع الفيزا. الا صيفطوا لك هذا الايميل خصك تنسخو، دير ليه نسخه بلي كولور، وتزيدوا الدوسي ديال الوثائق ديال الفيزا. تزيد هذه الوثائق، الوثيقه ديال ان اتش اس تامين الصحه، وديال تي ال اس كونتاكت الكونفورماسيون، والكونفورماسيون ديال الفيزا حتى هو بانه راه خلصتي الفيزا. هاد الوثائق كديرهم في الكوبي وكتدخلهم في الدوسي ديال الفيزا. المرحله الاخرى باش زوينه تي ال اس كونتاكت، الفوائد ديال تي ال اس كونتاكت كيديروا لك بزاف ديال الخدمات، لكن خصك تخلص شويه الفلوس. الا بغيتي تدخل بلا ما تسنى، بلا روند، ماشي بلا رونديفو، يعني مثلا لقيتي الصف كاين ديال بنان، عندك الحق تدخل ديريكت انت، ما تسناش، ولكن خصك تخلص باش تكون عندك الاولويه في الفيزا، وتكون عندك الاولويه باش تدخل ديريكت باش ما تسنى في الزحام واسميتو. والا بغيتي تخلص هاد الخدمات، هاد الخدمات الجميع ديال هاد الخدمات كاينين في الموقع ديالهم ديال تي ال اس كونتاكت، غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. المرحله الاخرى بعد ما تجمع جميع الوثائق ديالك والدوسي ديالك، خصك جوج بعد ما تجمع الوثائق ديالك، ياك كما قلت لكم الدوسي ديال الفيزا دي تزيد ليه الايميلات، وهادي تزيد ليه الدفع ديال الرسوم ديال تي ال اس كونتاكت وديال الان اتش اس وديال الفيزا. وغادي دير واحد جوج صور، صوره حجم ديال الباسبور، غادي دير جوج صور ديال الباسبور وجواز السفر ديالكم. جواز السفر ديالكم خصنا بدا ترفقوه مع الوثائق اللي غادي تدفعوهم. الوغ هذا الفيديو كما كتعرفوا هو حاولت نلخصه ولكن كبير بزاف، هضرت فيه على ارسال الوثائق ودفع الرسوم ديال تاشيره الزواج. هذا الجزء الاول، غادي يجي ان شاء الله. وهذا الجزء الثاني غادي نتحدث فيه على جميع الاجراءات، يعني التتمه ديال هذه الاجراءات. كنتمنى من الجميع يديروا سبسكرايب للقناه ديالي، اشتراك، وديروا لايك الى عجبكم الفيديو اعجاب. وكنتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.